مساء الخير. ما هو الدور الذي تلعبه تيارات الإسلام السياسي في ليبيا؟ وكيف تستغل هذه التيارات غياب الدولة؟ وما هو السبيل لمواجهتها؟ أسئلة أطرحها في الجزء الأول من هذا الحوار مع رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة الدكتور عارف النايض. أهلا بكم. عارف النايض رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، وهو أستاذ فلسفة متخصص في العقائد ومقارنة الأديان. عمل في عدد من الجامعات والمراكز الدولية، وهو عضو المجلس الأكاديمي لجامعة الشيخ محمد بن زايد، حاصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة غولف في كندا. كما درس الفلسفة الإسلامية وعلم التوحيد في جامعة تورونتو، وفلسفة الأديان وعلم اللاهوت المسيحي في جامعة جريجوريانا في روما. شغل سابقا منصب المستشار الرئيسي لبرنامج حوار الأديان في جامعة كامبريدج في كلية اللاهوت. كما عمل سابقا كأستاذ في كل من المعهد العالمي للفكر والحضارة الإسلامية في ماليزيا والمعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية في روما. إذن أرحب بكم في الجزء الأول من هذا الحوار مع الدكتور عارف النايض. أهلا وسهلا دكتور عارف. مرحبا. وخليني أعترف لك في البداية أنه يعني الحوار معك فيه شيء من نوع ما من الإرهاق، لأنه أنت بين الفلسفة والسياسة خبرات ما شاء الله متنوعة. لابد مما لابد منه، وهو تاريخ الإسلام السياسي في ليبيا، لأنه هناك في ظني فترة مفقودة في نقاشاتنا حول الإسلام السياسي، تجلياته، أشكاله في ليبيا. أبدأ معك عن طبيعة الخطاب الديني خلال المرحلة السنوسية، المرحلة الملكية قبل الثورة. أولا مساء الخير وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة، تشرف يعني أن أكون معك في هذا البرنامج. الخطاب الديني في ليبيا قديم بقدم الإسلام حقيقة، بدأ مع بدايات الدعوة الإسلامية. تشرفت ليبيا بأنها فتحت على أيدي أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، صلى الله عليه وسلم، منهم منيدر الإفريقي دفين طرابلس، وتشرفت المقبرة الأساسية في طرابلس به. نعم. وأيضا منهم صحابة رسول الله رضوان الله عليهم الذين تتشرف بهم درنة الزاهرة في أقصى الشرق، وغيرهم من الصحابة. فالخطاب الديني في ليبيا قديم، ودخلها المذهب المالكي على أيدي تلامذة الإمام مالك المباشرين، منهم الإمام علي بن زياد الذي أتى بالموطأ إلى المغرب، وهو الآن دفين تونس رحمة الله عليه. فالخطاب الديني في ليبيا قديم أيضا، لا فقط المذهب المالكي، ولكن أيضا المذهب الإباضي قديم، خاصة في المناطق الأمازيغية. فالخطاب الديني العام يعني قديم جدا، وهو كان في جلة أشعري مالكي جنيدي في بالنسبة لي. نعم. يعني المذهب المالكي وأيضا إباضي بالنسبة للمناطق الأمازيغية. الخطاب الديني المسيس حقيقة يبدأ في مع أواخر الحركة السنوسية، ثم يتكثف بدخول الإخوان المسلمين إلى ليبيا في أواخر الأربعينيات. نعم، في الأربعينيات تقريبا. في الأربعينيات. نعم. عندما لجأ بعض أعضاء التنظيم إلى الملك إدريس رحمة الله عليه، فيعني أعطاهم الأمن والأمان وملجأ في ليبيا، واستقروا أكثر شيء في بنغازي، ولكن استطاعوا أن يؤثروا في بعض العوائل البنغازية ثم بعض الشخصيات الطرابلسية، وكانت بدايات الإخوان المسلمين في ليبيا في تلك الفترة. طبعا. نعم. تلك الفترة المبكرة تتميز عن فترة ما بعد سيد قطب، ويعني ما يمكن أن يسمى بالتطرف الذي أصاب هذه الحركة في من بعد الستينيات، يعني أوائل الستينيات. نعم. نعم. خلال مرحلة القذافي هل كان هناك حضور للإسلام السياسي حتى لو كان يعمل سرا؟
قبل أن نأتي على مرحلة القذافي رحمة الله عليه، نتحدث قليلا عن فترة الملك إدريس رحمة الله عليه. طبعا الحركة السنوسية حركة إسلامية يعني متجذرة في تصوف الإسلامي، أسانيدها في جلها شاذلية، ولكن ترجع أسانيدها إلى أكثر من 40 طريقة كما ذكرها الإمام محمد بن علي السنوسي في كتابه سلسبيل المعين في الطرائق الأربعين. هي حركة سنية بامتياز، أشعرية في العقيدة، متجذرة في التصوف، أخذت المنح السياسي يعني من باب التحكيم بين القبائل. ولذلك أريد أن أسألك، لأنه قبل التسجيل تحدثنا سريعا عن الطريقة السنوسية، وكان السؤال اللي طرحناه يعني وربما مناسب أن أطرحه عليك الآن، كيف أصبح شيخ الطريقة ملكا؟ حقيقة يعني تسيست الحركة السنوسية من باب التحكيم بين القبائل المتنازعة. ليبيا كانت ولا زالت للأسف الشديد يعني تتميز بتنازع في كثير من الأحيان بين مجموعات قبلية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة قبلية أساسية. فكانت الحركة السنوسية تتدخل لفض النزاعات وللتحكيم بين القبائل في المشاجرات التي كانت تحصل بين الآونة والأخرى، بحكم أنه شيخ الطريقة غالبا وعادة هو محايد لأنه قادم من خارج القبيلة. لا فقط من خارج القبيلة، يعني جد الملك إدريس رحمة الله عليه من مستغانم في الجزائر يعني، وجل أتباع الطريقة الذين كانوا مع سيدي محمد بن علي السنوسي ومع سيدي مهدي لم يكونوا من أصلا من قبائل ليبية، كثير منهم كان من المغرب ومن الجزائر ومن تونس ومن الحجاز. فلم يعني في جل معظم مشايخ الزوايا كانوا من خارج المنظومة القبلية المحلية، ولذلك كانت لهم نوع من الهيبة الروحية والاحترام بسبب علمهم وزهدهم ونقائهم وأيضا عدلهم، فكان يطلب منهم التحكيم. وتاريخيا لو نظرنا في الحكم في الإسلام، مصطفى صلى الله عليه وسلم نفسه عندما دخل المدينة لم يدخلها حاكما بمعنى الملك الذي يفرض إرادته، ولكن دخلها محكما بين قبائل الأوس والخزرج وبين القبائل المدنية، بل أن وثيقة المدينة وهي أول دستور حقيقي في تاريخ البشرية يعني يعطيك الشعور بأن المنصب كان منصب تحكيم، وهكذا كان منصب الإمام محمد بن علي السنوسي في زواياه ومنصب أتباع مشايخ الزوايا السنوسية، وأيضا ثم عند سيدي محمد المهدي السنوسي وأحمد سيدي أحمد الشريف السنوسي، ثم عند الملك رحمة الله عليه سيد محمد إدريس السنوسي ملك ليبيا. هذا من رصدك عفوا يعني لهذه الفكرة، فكرة التحكيم والحياد والقيمة الروحية لشيخ الطريقة، هل هذا هو البناء اللي انطلقت منه جماعات الإسلام السياسي؟ اللي هو يعني لا أتهم شيخ الطريقة باستغلال عاطفة الناس الدينية، ولكن أقول هذه الجماعات حاولت أن توظف عاطفة الناس الدينية لمكانة سياسية لحضور سياسي. هو طبعا حركة الإخوان المبكرة كان لها ارتباط تاريخي يعني بالطريقة مثلا الحصافية، مثلا حسن البنا كان في الطريقة الحصافية وهي فرع من الطريقة الفاسية التي هي فرع من الطريقة الشاذلية. ولكن الذي حصل في العشرينيات من القرن العشرين أن بعض المصطلحات الصوفية التي الطرائقية خلطت بأفكار فاشية، وهذا من عجائب الأمور. يعني حسن البنا له مقالة مهمة جدا اسمها السنيور موسوليني، موجودة على الإنترنت باستطاعتك الاطلاع عليها، يحيي فيها الفكر الفاشي لموسوليني، ويعني ويحاول أن يقنع الناس بأن هذا الفكر متماشي مع الإسلام. وللأسف الشديد هذا الخلط بالفاشية هو الذي صنع كل ما أتت به هذه الحركة، حركة الإخوان، من عنف فيما بعد ومن تسلط على الآخرين ومن اعتداد بالرأي ومن تهميش للآخرين. فالأفكار المضرة في حركة الإخوان المسلمين إنما هي الأفكار الفاشية. هذا لا يعني أنهم لم يأخذوا مصطلحات من هنا ومن هناك، بما في ذلك بعض المصطلحات الصوفية للأسف الشديد. طيب أعيدك إلى سؤالي عن مرحلة القذافي وحضور الإسلام السياسي في المشهد الليبي، حتى وإن كان سرا أو بإشراف الدولة في بعض الحالات.
عندما حصل الانقلاب في 1969، في البداية كان انقلابا عسكريا قوميا ناصريا بامتياز، ودعمه جمال عبد الناصر رحمة الله عليه مبكرا، وكان الخطاب قومي أكثر منه أي شيء آخر. نعم. في بدايات العصر ما بعد 69 دعا القذافي إلى عدة مؤتمرات فكرية، وشارك فيها اليساريون، وشارك فيها أيضا الإخوان، وشارك فيها حزب البعث، مجموعات يعني حزبية من كافة الحركات. سرعان ما قبض على معظم هذه القيادات في 71 72. عندما جاءت ما يسمى بالثورة الثقافية في 75، كانت معظم القيادات الحزبية في السجون، سواء القومية الغير ناصرية مثل البعثية أو القوميون العرب، أو القيادات الإسلاموية من قيادات الإخوان المسلمين أو غيرهم. فالفترة من أواخر السبعينيات إلى التسعينيات كانت فترة شبه انتهت فيها حركة الإخوان المسلمين في ليبيا. لكن بعد المصالحة التي حصلت في أواخر التسعينيات بين النظام وبين نظام الإخوان بقيادة سيف الإسلام القذافي، وكانت هناك قيادات إسلاموية مثل علي الصلابي وصادق الغرياني شاركوا في هذا الربط بين النظام وبين الإخوان المسلمين، رجعوا إلى ليبيا ورجعوا بقوة حقيقة، سيطروا على بعض القنوات، سيطروا على بعض الجرائد والمجلات، وأصبحت لهم يعني تأثير متزايد. طبعا في 2011 عندما حصلت يعني أحداث 2011، في البداية كانوا مترددين قليلا، ثم سرعان ما ركبوا موجة 2011، أعتقد لم يلتحقوا بها إلا في مارس، يعني شهر بعد بداية الأحداث، وسرعان ما دخلوا في يعني الحراك الذي حصل في 2011 وسيطروا على جزء كبير منه، بما في ذلك المؤسسات المالية مثل البنك المركزي والمؤسسات الرقابة المالية وكثير من مؤسسات الدولة يعني. نعم. ولا زالوا يسيطرون عليها حتى الآن يعني. نعم. أريد أن أسألك عن ما يطرح على الأقل إعلاميا. نعم. من أن يعني وإن كان تعميم، ولكن هذا ما يطرح وأريد أسمع رأيك، أن القبيلة بشكل عام، القبيلة فكرة القبيلة فيها شيء من التعارض أو من صعوبة تبني فكرة الدولة الوطنية. هل هذه إحدى مشكلات ليبيا، أم هذا اتهام أقدر أقول ظالم للقبيلة؟ لأنه في دول عربية كثيرة القبيلة موجودة وهي جزء من كيان ومن تركيبة ومن خارطة المجتمع المدني في الدولة الوطنية. حقيقة يعني يصعب على الإنسان أن يعمم في هذا الشأن. القبيلة لها جوانب مضيئة بناءة، ولها جوانب أيضا قد تكون هدامة أحيانا. المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يلغي القبيلة، بل دعا القبائل للتعارف وللتعاون، وفي فتح مكة دخلت السرايا إلى مكة بقبائلها، يعني بقاداتها القبلية، لم تلغى القبائل في طيلة. نعم. فترة تاريخ. نعم. الإسلام القبائل عندما تكون مدعاة لارتباط النسيج الاجتماعي وللنجدة الاجتماعية ولمساعدة الضعيف ولأخذ حق الضعيف من القوي، وعندما تكون نوع من التضامن الاجتماعي، تكون شيء مضيء وبناء. وفي اعتقادي أن بإمكان الدولة الوطنية أن تكون حلف أحلاف، يعني بمعنى أن تكون صف صفوف، تكون تحالف بين جميع قبائل البلاد، وهذا يتأتى يعني وممكن جدا يعني. نعم. بل أن ذلك سيكون مدعاة لقوة الدولة الوطنية. نعم. لكن أحيانا للأسف الشديد تحصل صراعات بين القبائل، تحصل يعني اصطفافات في داخل الوطن الواحد، تقسم يعني المواطنين إلى صف فوقي وصف لوطي كما عندنا، أو صف جبل وصف بحر، أو هذه التقسيمات تضر بالدولة الوطنية. لن تقوم لليبيا مثلا قائمة، أو ولن تحصل حقيقة دولة وطنية إلا ما عندما يحصل
صف الصفوف أو حلف الأحلاف، وتتحالف جميع أحلاف ليبيا في حلف واحد هو حلف الدولة الوطنية، وهذا لا يتأتى. ما العائق لتحقيق هذا الحلف؟ العائق أنه للأسف 11 سنة الآن جميع المسارات يهتمون بها الأمم المتحدة وتهتم بها الحكومات المتتالية إلا المسار الاجتماعي القبلي، والمصالحة الوطنية في ليبيا لن تحصل إلا بهذا المسار. يعني ليبيا لها أعراف في المصالحة كان يفهمها الملك إدريس رحمة الله عليه، وقام بالصلح الاجتماعي. يعني إحنا في ليبيا كانت هناك قبائل متناحرة، وكان هناك أناس طلنوا كما نقول، يعني اصطفوا مع الطليان ضد إخوانهم الذين كافحوا ضد الطليان، ولكن الملك إدريس استطاع أن يؤلف القلوب وأن يجمعهم بالمصالحة الوطنية الاجتماعية بما كان له من احترام روحي وكان له من حكمة وحنكة. نحن نحتاج إلى مثل هذا الجمع، ليبيا تحتاج إلى أن نعيد اللحمة الوطنية لكل الليبيين، وتجتمع جميع المكونات القبلية لا فقط العربية ولكن القبائل الأمازيغية والقبائل التابوية والقبائل التارقية. يعني كثير من سكان المدن وخاصة المتعلمين يعني يقولون يعني لماذا نتحدث عن القبيلة في هذا الزمان، يجب أن نتحدث عن المواطن كشخص أو كما يسمى بالإنديفيدجوال بالإنجليزية. كفرد، نحن في ليبيا كل مواطن كل شخص له انتماءات اجتماعية، حتى ساكن المدينة أحيانا تجد أن القبائل تسكن في المدينة بجانب بعضها البعض، وأحيانا تجد الشارع نفسه وكأنه قبيلة صغيرة. يعني حتى أن في العهد العثماني كان عندنا شيخ الشارع حتى في طرابلس، يعني فالشارع له نوع من الهوية يعني. نعم. والترابط والقيادة ربما، والقيادة أيضا. نعم. نعم. فطريقة صناعة الدولة الوطنية ليست أن تأتي بفكرة دولة وطنية من أعلى وتفرضها بدستور أو بغيره من أعلى، ولكن يجب أن تبدأ بحسن الجوار، تبدأ بحسن معاملة الإنسان لأسرته ثم جيرانه حتى سبع جار كما يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الجيرة هي أساس المواطنة. جميل. هذه الجيرة هي أساس المواطنة. لا يمكن أن تبني دولة قوية وليس عندك شارع قوي وقرية قوية ومدينة قوية. فعندما تتآلف الناس على المستوى المجتمعي الأدنى ثم تبني الدولة من تحت إلى أعلى، لا من أعلى إلى أسفل. ولذلك لازلنا نعاني، لأن المصالحة الوطنية الحقيقية في ليبيا لم تتأتى بعد. هناك ثارات، هناك دماء، هناك أشياء كثيرة. يعني في 2011 هناك من يرى 2011 على أنها ثورة ضد الظلم، وهناك من يرى 2011 على أنها مؤامرة نيتو لتدمير الدولة الليبية. هناك لابد من التفاهمات بين الناس، لابد من نعم. من تصفية هذه الدماء وهذه المظالم ورد الاعتبار للناس واحترام بعضنا البعض، أيضا جبر الخواطر وجبر الضرر والتعويضات. كل هذه الأمور للأسف الشديد الحكومات المتتالية لم تقم بها. جميل. أنا أريد أن أبعد حوارنا عن السياسة، لأنه ما شاء الله عليك أنت يعني قدمت نفسك كمرشح للرئاسة وشاهدت حوارات سياسية كثيرة لك. هناك موضوع قريب من قلب الدكتور عارف النايض وهو الفلسفة، كتبت عنها وتتحدث عنها، وربما جزء كبير من دراستك له علاقة بالفلسفة. ما أهمية الفلسفة لمجتمعاتنا بما في ذلك المجتمع الليبي؟ والبعض حينما يسمع مثل هذا السؤال يمكن يستغرب، يقول احنا الآن في حروب ومشاكل وكذا، آخر شيء نفكر فيه في ليبيا هو الفلسفة. من وجهة نظرك أنت، هل هذا السؤال جدير بالطرح؟ جدير بالطرح طبعا. أولا الفلسفة ليست غريبة على ليبيا، يعني أحد تلاميذ سقراط في يعني 500 عام قبل المسيح أسس لمدرسة قورينا الفلسفية في قورينا وهي قرب شحات الآن، وأول فيلسوفة في تاريخ العالم آريتي هي ابنة هذا الفيلسوف. فليبيا لها تاريخ عميق في الفلسفة، والأستاذ عبد الرحمن بدوي رحمة الله عليه عندما جاء للتدريس في جامعة بنغازي كتب 3 كتب عن هذه المدرسة المهمة. أيضا في المنطقة الغربية كانت هناك مدارس فلسفية في لبدا وفي لبتس ماغنا وفي صبراتا وفي غيرها. ثم في تاريخ الإسلام يعني بعد الفتوحات الإسلامية الفكر الفلسفي نعم ارتبط أحيانا، دخل كجزء من أصول الفقه، دخل أحيانا كتدريس للمنطق التقليدي، مثلا كتاب السلم مرونق في علم المنطق كان يدرس حتى وقت قريب، والحمد لله أحيينا تدريسه في طرابلس في مدرسة عثمان باشا الساقزلي. يدرس المنطق في ليبيا طيلة مئات السنين يعني،
أيضا شخصيات كبرى في تاريخ ليبيا مثل الشيخ أحمد زروق كان له جانب نعم صوفي وفقهي وكان محدثا مفسرا، ولكن له جوانب عقلانية غير عادية. يعني مثلا كتابه في أصول التصوف فيه مباحث فلسفية مهمة. فالفلسفة في ليبيا تاريخيا عريقة وموجودة في تاريخ الفكر الليبي. الفلسفة بصفة عامة هي محبة الحكمة، وهي إعمال العقل البشري ومحاولة صقل الدراية عند الإنسان. المدرسة السنية العتيدة اللي موجودة في ليبيا وهي المدرسة المالكية جمعت دائما بين ما يسميه بعض المشايخ صحيح المنقول وصريح المعقول، يعني بين الرواية وبين الدراية. علم الدراية هذا لا يتأتى إلا بتدريس الفلسفة. فنحن الحمد لله الآن في مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة بقيادة الدكتور نجيب الحصادي ندرس الفكر النقدي أو ما يسمى بالكريتيكال ريزنينج، المنطق، ندرس أداب البحث والمناظرة. لماذا؟ لأن أصلا الحياة السوية المدنية الديمقراطية لا تقوم إلا بالحوار، ولا تقوم إلا بإعمال الفكر الناقد، ولا تقوم إلا بأن يحس الإنسان بأنه محتاج لغيره، وأن الحوار الإنساني موصل للحقائق، أنه لابد أن نعاون بعضنا البعض. وهذا هو لب الفلسفة وأساس الفلسفة. يعني الفلسفة عندما تتعمق فيها توصلك لما يسميه مشايخنا العجز عن الإدراك، ويقولون العجز عن الإدراك إدراك، هو نوع من الإدراك. يعني العقل الإنساني عندما يتأمل ويصل إلى هذا العجز الذاتي يصل إلى أنه يحتاج إلى الوحي الإلهي، وأنه يحتاج إلى الرسالة النبوية. فليس هناك تعارض بين التدين الحقيقي السني المتجذر في ليبيا وبين إعمال الفكر والفلسفة. ومعظم مشايخنا كانوا متكلمين وكانوا فلاسفة وكانوا منطقيين، حتى الذي رد على المنطق رد على المنطق بالمنطق. نعم. يعني كتب نقد المنطق والرد على المنطقيين هي كتب منطقية أصلاً. هذا يأتي في إطار علم الكلام. لماذا الدكتور عارف يعني مهتم بعلم الكلام؟ ما أهمية علم الكلام اليوم؟ الهدى والنور يأتي من كلام الله عز وجل، ولكن كلام الله عز وجل وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي هو أيضا نوع من أنواع الوحي لابد أن يتكلم عليه كل جيل من جديد. لابد أن نعبر عن عقائدنا من جديد في كل جيل بلغة عصرنا وفي حوار مع أهل زماننا. يعني الآن اليوم يعني مثلا السادة الأشاعرة أو السادة الماتريدية ناقشوا فلاسفة ذلك العصر، ردوا على الطبيعيين، ردوا على الفيثاغورسيين، ردوا على البوذيين، ردوا على الهندوس، ردوا على النصارى، ردوا على اليهود. اليوم علينا أن نتحاور مع أهل الفيزياء في الكوانتم ميكانيكس، أن نتحاور مع أهل البيولوجيا أو الأحياء أو الداروينية، يجب أن نتحاور مع الملحدين، يجب أن نتحاور مع جميع الأديان الموجودة على في هذه الكرة الأرضية من داوية، بوذية، هندوسية. كيف نتحاور بدون علم الكلام؟ علم الكلام ما هو إلا علم الحوار مع الآخرين بحيث تعبر عن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغة عصرك في نقاش واعٍ. نعم. يعني هادئ، عقلاني، لا ينحى إلى العنف ولا ينحى إلى التهميش ولا إلى طمس الآخر، ولكن في احترام شديد. يعني يجب أن توصل كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغة عصرك، وهذا هو علم الكلام. هكذا شرحه. أليس التدين شأنا فرديا دكتور؟ المسألة الفردية مسألة عويصة. لو قلنا أن حضرتك فرد، لكن هذا الفرد أليست له خلفية قبلية؟ أليست له خلفية اجتماعية؟ أليس له أب وأم من خلفيات مجتمعية؟ أليست له خلفية دراسية؟ ألم يؤثر فيه مدرسيه؟ ألم يؤثر فيه أساتذة جامعته عندما انتقل وذهب إلى أمريكا؟ ألم يؤثر فيه أساتذته في جورج تاون وفي هارفرد؟ فكما يقول الفيلسوف جورج هربرت ميد، الأنا، النفس نفسها، الذات، السلف، تعتمد على ما سماه بالsignificant others، كل الآخرين الذين لهم قيمة في حياته. فالفرد أصلا هو مربط أو مجموعة أو يعني مجلى لشبكة متكاملة من العلاقات الاجتماعية. ليس هناك فرد بدون مجتمع، وليس هناك مجتمع حقيقي حي بدون أفراد أحياء، يعني متفردين بأفكارهم ونضجهم وابتكاراتهم. يجب علينا أن نحترم الفردية
ويجب أن نحترم المجتمعية أيضا. ليس هناك فرد بلا مجتمع ولا مجتمع بدون أفراد. مشكلتنا اليوم أننا نحاول أن نطمس الواحد أو الآخر. طيب في علاقة في علاقتنا بالتدين. نعم. أريد أن أسألك عن الدولة والدين. نعم. ما هي العلاقة؟ ما دور الدولة في المسألة الدينية في ظنك؟ أخي الكريم، لو نرجع لموضوع التحكيم، تمام، المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة دخلها حكما بين القبائل، والقيادات السياسية في الدولة يجب أن تكون تتسم بالإنصاف والعدل في التحكيم بين جميع الأطراف التي في المجتمع. هذا الإنصاف يستدعي نوع من الحيادية حقيقة. يعني لا يمكن للحاكم أن يفرض نمطا يعني مذهبا معينا أو سلوكا معينا أو نمطا فكريا معينا يجبر عليه الآخرين. يعني من احترام الناس واحترام المجتمعات واحترام مكونات المجتمعية أن تحترم الجميع وتنصف للجميع. الدولة لا يجب أن تفرض أي شيء هكذا عنوة على الناس، ولكن أيضا الدولة عليها أن تحترم الإجماع المجتمعي الموجود في تلك البقعة أو في تلك الديار. لذلك أرى أن الدولة يجب أن تنبثق من المستويات الدنيا إلى المستويات العليا، لا أن تفرض فرض. ولذلك يعني هناك علاقة وطيدة بين الدين والدولة، من حيث أن الناس لأنهم متدينون، مثلا في مجتمع متدين في مجتمع له قيم معينة، لابد أن تتسم الدولة بهذه القيم وأن تحمي هذه القيم وأن تدافع عن هذه القيم، هذا صحيح. ولكن هل يجب أن تسيس الدولة بحيث تفرض الأشياء على الأفراد أو تحاول أن يذعن لها الجميع هكذا بفرض الإرادة؟ أعتقد أن هذا ليس من الدين في شيء. ولا أرى أن حتى في تاريخ الإسلام أرى أن الحكام كلما فعلا تبعوا القرآن والسنة كلما نزعوا إلى التحكيم لا إلى الحكم الغاشم المجبر للآخرين. دكتور وهكذا كان الملك إدريس رحمة الله عليه، وهكذا كان محمد بن علي السنوسي رحمة الله عليه، وهكذا كان أحمد الشريف رحمة الله عليه، كانوا محكمين في مجتمعاتهم، عمر المختار في زاويته وفي منطقته. نعم. نعم. رحمة الله عليه. جميل. دكتور عارف النايض، أنا سأثقل عليك وأطلب منك البقاء معي لأنه الحوار معك لا يمل، وسنكمل حوارنا في حلقة ثانية معك في هذا اللقاء في حديث العرب. أشكر مشاهدي ومستمعي حديث العرب على هذه المتابعة. يتجدد اللقاء بكم مع الدكتور عارف النايض الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء. شكرا جزيلا.